عط مساحة إنك تخسر مع صديق، زوجة، شريك، أيا كان. هذا ما ينقص من قيمتك، ولكن يخلي علاقتك فيها مجال كسب، فيندمجون الناس معاك. بس لو صرت أنت جدار ما في متنفس في علاقتك وياهم، ينغثون ويتركونك. أوضح كلامي الحين بوضوح. يعني مثلا زوج حتى وهو غلطان يركب راسه ويقول لا أنا صح، حتى لو كلامي طلع 100% غلط. هني يكون هو يسد النفس. بمعنى واحد قال المباراة بتصير الساعة 8، صاحبه قال له لا والله بتصير الساعة 7. صارت الساعة 7 واتضح أن المباراة بدأت الساعة 7 فعلا. يقوم هو يزعل يقول ماشي يا أخي، بس المرة الجاية نبهني عدل. وهذا شوف ما يعترف أنه هو غلطان، ما يعترف، إنما المفروض بتواضع تقول إيه والله، والله أنت يا صاحبي أنت اللي كلامك صح الساعة 7، والله أنا ما أدري ليش حسبتها 8 وخلاص. وترى الناس بينسون إذا أنت غلطت بشغلة واعترفت أنك أنت غلطت فيها، لأن أنت ختمت الموقف، ما خليته يتورم نفسيا، ما تكهرب، ما خليت فيه طاقة أنه بيقولون شوف هذا اندقر، انحبط، هذا خيبنا أمله، يا ترى شلون هو راح ينفعل تالي، شكله كابت انفعال، لا طالع الحين طريقة كلامه تغيرت، لا شكله مندقر، منحبط، هذا مكتئب، ما ادري شلون هو راح يبرد قلبه تالي. صارت دراما. بس لو من حزتها قلت لحظتها، الحز في لغتي العربية الفصحى هو الحين، وكذلك بالتاء المربوطة الحزة، الحزة في لغتي العربية الفصحى الساعة والحين. ايه، فإذا كان في حين الموقف قلت لا والله أنا غلطان، ترى بس الناس بينسون. فإذا عرفت الفرق ما بين التواضع والوضاعة والغرور والثقة، بترتاح حيل بحياتك. خلي الناس اللي تحبهم لا صاروا هم على حق وفازوا عليك، وافق أنهم فازوا عليك. هذا مو انهزام، هذا اندماج. علاقتك بتصير أريح، والناس بيحسون أن في مكسب في علاقتهم وياك، بيندمجون، بتصير أنت علاقتك وياهم كأنك لعبة فيديو يقدرون يفوزون عليها.